شجر له عيون. يتميز شجر الحور الرجاجة بظهور علامات تشبه شكل العين. شجرة سريعة النمو، تنتشر في شرق آسيا، تحديدا في شرق الصين وتايوان واليابان. في هذه المناطق يتم استخدام الطلاء الشمعي موجود على البذور مع الشموع والصابون. تستخدم الأوراق كدواء عشبة لعلاج الدمامل. الشجرة تنمو بشكل ممتاز في المناطق الحضارية. تعتبر الحور الرجراجة أهم مصادر استخراج الوقود ديزل الحيوي. تعتبر ثالث أكبر مصدر زيوت النباتية بعد الطحالب وزيت النخيل. زيت المستخرج من الشجرة وأوراقها كلها سام، كما أن أوراقها المتحللة سامة بالنسبة للنباتات والأشجار الأخرى. والجدير بالذكر أن خشب هذه الأشجار لين سهل التشكيل ويستخدم لصناعة الأساس. إذا عجبكم الفيديو لايك ومتابعة.